شكرا دكتور، شكرا. يا حبيبي، ايه الاخبار؟ امال ايه يا صديقي، فينك؟ مش باين من اخر مره كنا مع بعض يعني. انا عندي كورونا. كورونا انت يا اخي؟ حرام عليك، من امتى الكلام ده؟ طب ما احنا كنا لسه مع بعض يا عم، انت كده عادتني وعادت الرجاله يا اخي. روح منك لله يا اخي، انت تتحرم الواحد ينزل معاك بعد كده؟ طب ما الناس اللي في البيت دي اللي بنطلع لها وبننزل لها يا اخي. غور غور غور، سلام سلام سلام، ما تتكلمش معايا تاني يا اخي، سلام. بس ايه يا ري، عامل ايه؟ حبيبي يا مارك، الحمد لله يا اسطى. بتعمل ايه؟ بركي شفت الواد رماني ام اخر مره جه معانا فيها؟ انا عندي كورونا يا عم. ايه كورونا ده؟ جاله ازاي ده؟ ايه اللي حصل؟ ولا قالينا ولا حاجه ولا قال لحد. الحمد لله يا عم، الحمد لله ما نزلتش معانا. ابو طه ده يا حبيبي يا سيدي، حوالي كان قاعد ناس كتير. ما تقعدش ليه نازل نازل تقرفنا معاك كلنا معاك. لا يا مارفل، لا يا مارفل، مهما كان برضو ده صاحبنا ولازم نقف جنبه. يا عم بقى صاحبنا، بقى بتاع نستحمل ليه يا عم هاتوس؟ اي ناقصه والله يا عم، الحق نخاف على نفسنا احسن يا عم.